فصل الخريف قديه بيتبدل فيه المزاج او بيأثر على الحالة النفسية وحتى على الأكل، يعني ممكن يتبدل، تفتح الشهية تفتح الشهية سيري. وخلص بتنامي وبتاكلي، يعني بس هيك. فأكيد الاكتئاب الموسم الخريفي يمكن كثير من الناس بيمروا فيه، وهذا الشيء بيأثر على غذائنا وطاقتنا. شو هي الأطعمة اللي ممكن تساهم بتعديل المزاج وتعطينا الطاقة؟ رح نعرف أكثر مع الدكتورة نور منسترلي، أخصائية بالتغذية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بونجور بونجورك. بونجور دكتورة، أهلا بونجور. وسهلا فيكي. يعني بالبداية كنا عم نحكي تحت الهواء، نحن اجتمعنا ثلاثتنا ما بنحب شيء اسمه شتاء أو خريف، أبدا بنحب الصيف. طبعا، فاليوم موضوعنا معناتها موجه لكل الأشخاص يلي يلي مثلنا مثلنا. بحبوا الصيف ما بحبوا الشتاء. تماما. كنا عم نقول أكلنا بيختلف، من بصير ناكل أكتر، من نام أكتر، بصير ما عاد إلنا حيل أو ما إلنا مروة مثل ما بنقول. تماما. خلينا نحكي كيف فينا نبلش نهارنا، نستمد الطاقة، ننسى انه في فصل خريف وشتي وننطلق. هلا صعب انه نقطش فصل كامل بحاله مدري كم شهر، بس اذا في اشياء بنقدر نعملها. اي حدا لما هيك بتراود بذهنه انه نحن حنطلع من فصل الصيف وحنفوت بفصل الخريف، يعني بداية الشتاء، هي الكلمة لحالها بتجيب الاكتئاب. يعني ما عاد في طلعات، ما عاد في فوتات، ما عاد في شمس، ما عاد في هيك هي الالوان والحركة والضجة. بصير الواحد اكثر، بصير بيتوتي اكثر يمكن من انه فصل الصيف. فهي الكلمه لمجرد نقول فصل الخريف بتعطينا شعور بالاكتئاب. نطلع على الشجر بتكون خضرة وملونه، بتصير كلياتها اورانج واصفر، يعني بلشت تهرم شوي شوي. اذا الشجر هيك كيف نحن يعني؟ سو في اشياء طبعا نحن بتساعدنا كثير لحتى نطلع من هذا المزاج اللي مسؤول عنه، نقول هرمون السعاده. بس ممكن كثير عالم ما بتعرف، بيقولوا هرمون سعاده بس ما بيعرف شو هرمون السعاده. هرمون السعاده اللي هو السيروتونين هو ماده كيماويه بيلعب دور كناقل عصبي موجود بالدماغ بالمخ. هو مسؤول عن الحاله المزاجيه والتقلبات المزاجيه والاضطرابات النفسيه. واذا يعني الواحد بيقوي هذا الهرمون بياكل اشياء بتزيد بترفع من مستوياته بالدماغ، فهو اكيد حيسبب لنا نسبه كبيره من السعاده. هلا هون حتنجم كيف بدنا نوصل لهي المرحله؟ الاكلات. تمام. هلا اول شيء، اول عامل بيقولوا انه بفصل الخريف العالم بتصير تاكل شوكولا كثير، ما بتشوفيهم. يعني انا اولا الصراحه مشان ما نلف وندور يعني نكذب على بعض، اكيد انه صحيح انا دكتوره تغذيه وهيك، بس اكيد بشتهي مثل الانسان الطبيعي، يعني ما بحرم حالي. فيكي تعملي كنترول. تماما. اول شيء بتراود لفكرنا انه نحن شوكولا، بيقولوا شوكولا دائما انه بترفع هرمون السعاده. ليه؟ لانه هي بتحتوي على نسبه عاليه من الكافيين، والكافيين كثير بيعمل يعني تنشيط لهي الخلايا، فبيحسسنا بيعطينا شعور بالسعاده. خلص نحن بنكون مكتئبين، اول شيء بنلجأ له شوكولا. اكلنا شوكولا بعدين بفكر انه يا الله السعاده اللي انا غامرتني، يعني يلا بدي ارجع اكل مره ثانيه. فالشوكولا وخصوصا الدارك شوكليت الصودا، يعني اللي ما فيها سكريات بتجي المرة، هي بتحتوي نسبة عالية مثل ما قلنا من الكافيين اللي بتعطينا شعور بالطاقة وبالسعادة. بتكون تتفاجئوا انه البندورة كتير بتعملنا شعور بالسعادة، لانه هي بتحتوي على مادة ليكوبين يلي بتعدل المزاج، وخصوصا اذا انحطت مع زيت الزيتون. يعني البندوره مع زيت الزيتون اثنيناتهم، لانه زيت الزيتون بيمتص هي الماده الليكوبين، فهو بيعطي كومبينيشن، بيعطي يعني هيك مزيج كامل انه بيفيدنا بتعديل المزاج. الشغله الثالثه كمان هي المأكولات البحريه او المحار. تماما. المحار بيحتوي على زنك، بيحتوي على اليود، الفوسفور. ما عندنا كثير هي الثقافه، خلينا بالسمك. تمام. بس في عندنا نحن بالاجاز. طبعا نحن في عندنا اسماك، يعني حتى اكيد في الاسماك كلياتها فيها اوميجا 3، فيها مواد دهنيه. لازم مره بالاسبوع تقريبا. هلا في اشخاص ما بيقدروا مثلا، بس اقل شيء مره بالشهر. هذا الشيء بيساعدنا نحن اول شيء، لانه هي فيها بروتين، نسبه عاليه من البروتين الجيد. هي تعتبر من اللحوم البيضاء اللي نحن قد ما اكلناها ما بتعملنا زيادة وزن. وشغلة ثالثة، نحن عم ناخد دهون جيدة من المصدر الرئيسي مو من السبلمنت. يعني في كتير عالم تاخد ادوية اوميجا 3 وهيك من مصادر كحبوب، يعني سبلمنت مكملات. لا، نحن بناخدها من المصدر الاساسي. حتى التونة بيحتوي على نسبة كتير منيحة من المغنيسيوم والبوتاسيوم والمواد اللي بتعدلنا من مزاجنا. في عنا كمان الموز،
كمان هلا الشتاء قرب وهيك اكيد بيتواجد الموز بكميه اكثر من الصيف. كمان الموز بيحتوي على المغنيسيوم بوتاسيوم، فيه نسبه فيه سكريات، والسكريات الموجوده فيه تعتبر من السكريات الجيده اللي فورا بتنهضم بالجسم، ما لها سكريات معقده مثل السكر الابيض او الحلويات. عندنا كمان الشوندر، هي مأكولات كلها شتوية يعني. تمام، الشوندر كمان كل شيء لونه أحمر إذا بتلاحظوا، بندورة، شوندر، توت، كل هيدا مواد فيها أغذية، فيها أنتي أوكسيدنت، مضادات أكسدة عالية مرتفعة، فكمان بتعطينا شعور بالنشاط بالحيوية. ما بدنا ننسى كمان كل شيء فيه فيتامين سي لأنه بيعطينا شعور بالطاقة، B12 بيعطينا شعور بالقوة والحركة. في كتير يعني إذا بدي أعدلك ما بنخلص. في مثلا فينا نقول البيض، البيض بيحتوي على نسبة كتير، صفار البيض بالذات بيعطينا شعور بالسعادة فظيعة. اللبنة مثلا، لبنة فيها نسبة، انا ما بحب الصفار بشيله عزنا، لا هلا صحيح هو فيه كوليسترول، ايه فيه كوليسترول، بس انما الكوليسترول اليوم رح اكل كل الصفار بيض لبنة. هلا اللبنة كمان فينا نقول انه هو فيه بتحتوي على كالسيوم، نسبة كالسيوم اعلى من الحليب. العالم تتفاجأ انه دائما بيشربوا حليب بيقولوا انه ان الحليب فيه كالسيوم، لا، في اوقات اكلات معينه فيها كالسيوم اكثر من الحليب، مثل السردين كمان تعتبر مأكولات بحريه وكمان فيها نسبه كالسيوم عاليه. فعندنا كثير انواع من المأكولات بتساعدنا على رفع هذا المزاج، وانما نحن بدنا ننتبه على شغله كثير مهمه، انه الاكل هو لحاله ما بيكفي. يعني مثلا نحن لو اكلنا هالشغله بس ضلينا متضايقين، طب نحن لازم نقوم بحركة لحتى نحن نغير المكان الموجودين فيه، لازم نعمل رياضة، الرياضة كثير بتحسننا من المزاج، بتحسننا من حالة النفسية اللي ممكن نكون فيها بفصل الخريف والشتاء، بنشوف عالم، نتحرك، لازم نحن نطلع كل يوم بالشمس مينيموم ساعة، أول شيء لحتى الواحد يتنشط، ثاني شيء ضوء الشمس بيعطي لحاله طاقه وانرجي. فنحن يعني ليش بنقول الصيف كله طاقه والشتاء كنكنه بالبيت؟ لانه بفصل الشتاء بتخف الشمس، بتخف الضوء، فبيعطيك شعور انه انت لازم تنامي. الشمس الغامقه والشمس هي خمول يمكن بالجسم، خمول وتعب ووهن. بتحسي كمان بفصل، اذا يعني بنلاحظ شغله كمان بفصل الخريف، مو بس نحن بتزيد شهيتنا للاكل، بصير عندنا اكتئاب وتقلبات بالمزاج، لا، بصير عندنا حاله امساك من نوع الاكل اللي نحن بناكله، لانه جسم بصير بيطلب حلويات اكثر، بيطلب كربوهيدرات ونشويات اكثر، فهدول نسبتهم بالنسبه العاليه بالجسم لهم بيعملنا حاله امساك، بصير عندنا ارهاق وشعور بالنعس دائما، يعني بتحسي انت ما يعني انا مثلا بحكي عن حالي، كل شوي ما بشوف حدا غير قاعده عم بتتاوب، يا الله تعبانه وبدي نام، يعني كلياتنا بنحب هي بالصيف بننام اقل بس بنشبع نوم، بالشتاء بننام اكثر بس قد ما نمنا ما بنشبع نوم. هلا كمان ما بدنا نعمل، انه في كثير ناس بفضلوا فصل الشتاء عن فصل الصيف، يمكن طبيعه اجسام وطبائع عند الناس. بس خلينا دكتوره نحكي شوي عن بعض العادات الخاطئه عند الناس او عند الصبايا والشباب، خلينا نحكي بما انه مهتمين كثير كمان بصحه اجسامهم، في مأكولات معينه يعني عم تحسي او عادات خاطئه عم يتبعوها عم تاثر سلبا على اجسادهم؟ طبعا تناول نسبة عالية من السكريات هي كفيلة انه الشخص يكون دائما بحالة خمول ودائما بحالة جوع. يعني انا لما بجوع السكر كثير، السكر بجوع مثلا، انا دائما بحط دائما حالي مثال مشان انه الناس ما تتضايق. انا مثلا لما باكل قطعة حلو جسمي بيفرك اوقات على قطعة حلو، باكل قطعة حلو بيرجع بعد شوي بقول يلا سكتت جوعتي، لا انت ما بتكوني سكتي جوعتك، انت حرضتي تمام، حرضتي جسمك يطلب كميات كثيره كبيره من السكر، بصير الواحد ما بيوقف سكر. اذا انت بتجربي على حالك هلا كلي مره واحده باليوم قطعه حلو، بعد ساعه حترجعي تطلبي، حتعودي حالك انه انا كل يوم حاكل. لكن لكل حدا حابب يسمع حلو يزيد وزنه ياكل الحلو. طب التمر العسل شو وضعه؟ هل بيضره مثلا؟ لا لا لا، نحن بدنا نحاول نستبدل مثل ما قلتي هدول الاطعمه الغنيه بالسكريات والدهون السيئه يعني انا عندي القائمه التبادليه والقاعده التبادليه، دائما انا بعوض السكر بالفواكه، اهم مصدر للسكريات والنشويات هي الفواكه. شغله ثانيه العسل مثل ما قلتي، بس كمان ما بنقدر ناخده بكميات كبيرة. كمان بتسبب لنا
زيادة وزن. التمر مثلا أنا كثير بحبه، التمر والزبيب، المشمش المجفف، التين المجفف، الفواكه المجففة. بس كمان نحن بدنا ننتبه انه الفواكه المجففة بيكون فيها نسبة سكريات أعلى لما بتكون مجففة عن انه تكون طازة، نحن بناكلها بشكل طازة يعني كفاكهة. فأنا لا، مع التمر أكثر شيء. تمر مثلا كل 3 حبات تمر هي بتعادل قطعة فواكه واحدة. نحن لازم ناخذ سناكس، السناكس اللي نحن لازم ناخذه خلال نهارنا مو حلو ولا سكر ولا تشيبس وشوكولا وبسكويت، لا، ناخذ فواكه. عم نعطي جسمنا السكريات المطلوبه وانما من المصادر الطبيعيه. لازم مثلا اذا اكلنا خبز الصبح، ما حقول في عالم مدمنه خبز ما بتقدر تقطعه، ما بنقول انه تقطعه على الاخير وانما تخففه او نستبدله من السكر من الخبز الابيض للخبز الاسمر. هنا باي ذا واي يعني هنا نفس الكالوري، نفس السعرات الحراريه ونفس كل شيء، بس الخبز الابيض فيه طعمه سكر، فيه طعمه حلاوه او سكر. فنحن لما بناكل اول لقمه يعني ما في لقمه ولا لقمه يكون خلصنا رغيف، رغيف ونص، رغيفين وسردنا فيه. اما الخبز الاسمر فيه نخاله والياف، فهي لقمتين ثلاثه بتعطينا شعور بالشبع، فنحن بنحس انه شبعنا. وشغله ثانيه انه طعمته مو طيبه كثير، يعني انت ما بتستلذي بالاكل فيه، ما بتسردي فيه، فبتكتفي رغيف هيك صغير وحاجه. فنحن نستبدل الخبز الابيض بالاسمر، السكريات السكر الابيض نحاول نخففه قدر الامكان، ما حقول نلغيه. في عالم مثلا ما بتقدر تشرب الشاي غير بسكر، ومو معلقه، 2 و3 و4 مع المكدوس. هلا ايه مع مكدوس وزيت وزعتر وهدول الاشياء يعني طيبه، مع طيب الشاي حلوه، حلوه وثقيله يعني. تمام. ايه فنحن لازم نخفف السكر اول شيء. الناس اللي كثير بتشرب سكر فينا نستبدله بسكرين هلا سكرين انا بحبه او عسل أو حالات مؤقته، بس نحن ما فينا كل عمرنا نبقى على السكرين. بالنهايه هي صحيح ما فيها كالوري، هي زيرو كالوري، بتعطينا طعمه الحلاوه بس. كانوا نحن حاطين سكر، بس نحن ما فينا ناخده على المدى البعيد، ما فينا ناخده يعني ما على يعني سنين، عرفت، فينا ناخده اشهر، سنه، سنتين، بس السنين ما بنقدر نبقى عليه. في حالات طبعا مرضى السكري ما بيقدروا يعني يحطوا سكر، بحطوا سكري، بس اذا بنقدر نشرب اي شيء بلا سكر هو افضل. بدنا نشرب مي كثير، في كثير ناس كمان شتويه بينسوا المي. تمام، بيقول يعني فصل الصيف بيضطروا يشربوا مي لانه شوب وشمس وبنعرق وفي جفاف بيصير بالجسم، فبيشربوا مي ليعودوا هذا الشيء. بس بالشتاء العالم تنسى المي، ونحن لما بنشرب مي كل ساعه، فاذا كنا جوعانين بنبطل جوعانين، خلص تمتلى المعده بالسوائل، فنحن ما عاد لا يعني ما عاد بقى بنطلب انه ناكل. اوقات مثل يعني دائما هي جمله انا بقولها العالم بتنساها كثير، نحن اوقات بيعطينا الدماغ اشارات نحن ما بنعرف نفسرها بالطريقه الصحيحه. ممكن اوقات يوجعنا راسنا، نحن شو بنقول؟ يلا جوعانين، ما نمنا، مرضانين، مقربين، مأثر على راسنا. لا، نحن اوقات بيعطينا هي الاشاره للدماغ لحتى يعني يا بني ادم لازم تشرب مي لحتى تعوض نقص السوائل الموجود بجسمك. لانه اول عرض لنقص المي والجفاف بالجسم هو وجع الراس. فنحن لازم نشرب مي، ولازم نبدل الخبز الابيض ببدائل ثانيه. ما فيني اقول بس خبز سكري، في بدائل ثانيه. سمون شو وضعه؟ لا لا، لا هيك انت كثير. لا مو منيح ابدا. نحن ما بنفضي حتى اللب يعني، طب السمون ايه انا بفضي. احنا بدنا تفضي ايه كل روحتي نصه يعني. بس هو فيه طعمه حلاوه السمون. ايه صح كثير. يعني هو عجين يعني بده ينزل على الجسم. انا بختار المواد اللي فيها نشويات، وانما النشويات الجيده يعني اللي سهله الانحلال بالجسم، ما بتعلق بالجسم. خبز ابيض، سمون، يعني صدمتيني، فكرتك تقولي شيء بديل يعني منيح. مثلا التوستات اللي عم تجي كمان سمره. ايه هلا نحن عندنا توست، بس كمان نحن التوست الوحده بتعادل خبزه سمره يعني ما بتشبع. تمام. يعني الخبزه السمره كمان بتعادل تقريبا نص رغيف خبز ابيض صغير. فنحن اذا بدنا ناخذ نحن الخبز الكبير، فتخيلي نحن عم ناكل عن 8 حصص خبز اسمر، يعني 8 حصص نشويات. يعني انا اذا مسموح لي كل النهار 12 حصه نشويات،
بكون اخذت 8 منهم من الخبز وضربت ضربت النظام كلياته خلال النهار. دكتوره خلينا بس هيك نحكي بموضوع بالشتويه مثلا، اف حسينا حالنا مقربين، حسينا حالنا ما عندنا طاقه، دائما بنصير بناخذ فيتامين سي بنحطه بالمي وفوارات بناخذها او بناخذ على ذوقنا. خلينا نحكي انه بيضر هذا الشيء، في مالتي فيتامين كمان بيضروا هدول، فينا ناخذهم كل يوم؟ صح ناخذهم الصبح ما بيصير تاخذيهم قبل النوم، هدول القصص اللي بتعطي انرجي للجسم صح ولا ما بتعطي انرجي؟ لا صح، بس شلون صح؟ في إلى توجه يعني خاص فيها. هلا نحن اذا نحن موجوده عندنا المصادر الطبيعيه ليش نلجا للسبلمنتس؟ يعني احنا بفصل الشتاء اكثر شيء موجود من الفواكه وكل الناس بتقدر متوفره، يعني الفاكهه متوفره كل الناس بتقدر تجيبها، ليمون، برتقان، كرمانتينا، اغلب البيوت بيكون بفصل الشتاء موجود عندهم هيدا الفاكهه، فهي فيها نسبه فيتامين سي كثير عاليه. بالمقابل في مثلا الكيوي فيها نسبه فيتامين سي اكثر بكثير من البرتقان. في عالم ما بتقدر مثلا تاكل كيوي، انت بس شكلك ما بتاكلي كيوي. الفلفله فيها فيتامين سي 7 مرات من البرتقان. اوف، سو نحن بنقدر ناخذ انرجي بناخذ طاقه بس من الشغلات الطبيعيه. هلا في حالات مرضيه معينه نحن ما بنقدر نتجاوزها، يعني اللي عنده نقص بفيتامين معين، عنده نقص بفيتامين دي لحاله كيف انه هو يصير عنده خمول وتعب ووهن ويستحي البيت. طب دي كيف منعوضه؟ هلا دي نحن بالشمس المصدر الرئيسي له هو بالشمس، بس خلال من 6 الصبح ل 9 الصبح ونحن بهذا الوقت كلياتنا نكون حاطين راسنا ونايمين ومتغطين. نحن مو نايمين. نحن انتم مو نايمين؟ لا. بتتعرضوا للشمس؟ ما كثير، بس حسينا بتحسي انه هلا كل العالم يعني عم تاخذ فيتامين. تمام. هلا انا مثلا في سبلمنتس معين لفيتامين معين قد ما اخذتيه ما بيأثر ابدا، لانه اذا انت عندك نقص فيه فانت بحاجه لحتى تعوضيه وحتى بكميات كبيره. بس في ادويه بياخذوها على الهوبلين العالم. جارتي اخذت هذا الفيتامين، فيه مجموعه فيتامينات كامله بتعطيك كثير منيح للشعر وكل شيء. تماما. نحن بدنا ننتبه اذا نحن عندنا نقص بهذا الشيء ناخده، بس اذا ما عندنا نقص ليش ناخده؟ يعني هي مجموعه الفيتامينات بده يكون فيها بي كومبلكس، بده يكون فيها دي واي واي وكل الفيتامينات. طب فيهم فيتامينات بتسمن، اذا انا ماني بحاجتهم ليش لاخذهم؟ تمام. مجموعه فيتامين بي هي بتعطي يعني بتفتح الشهيه. أوكي. هي الوحيده اللي بتفتح الشهيه، وما تبقى من الفيتامينات البقيانين قد ما اخذتيهم لا بيفتح شهيه ولا بيسمنوا، مشان العالم اللي عم يحطوها حجه انه عم يسمنوا من الادويه. لا، ما بيسمنوا الفيتامينات، وانما بس فيتامين بي بي كومبلكس او 3-6-9، او بيكون عندهم اعتلال بالاعصاب بياخذوا ابر بي 12، هدول ايه بيعملهم يعني بيشتغل كفاتح شهيه. اللي بدهم يسمنوا بيقدروا ياخذوا بي كومبلكس لحتى تنفتح شهيتهم ياكلوا اكثر، بس باقي الفيتامينات ما لها اي اثار جانبيه. مثل ما قلنا الفيتامين سي او اللي نحن بنقدر انه ناخذ منه طاقه من الليمون، من البرتقان، من البوملي، كمان من الجريفون بنقدر ناخذه، كمان من الفليفله، من الكيوي، في كثير مصادر له. ليش لحتى نلجا نحن للفوارات؟ العالم عنا عندها هيدا المنتاليتي والعقلية انه بس وجعني راسي، بس خنق صوتي، بدي اخذ انتيبيوتيك ادوية فورا بيروح على مضاد الالتهاب. ما بيروح انه مسكن، لا، فورا مضاد التهاب. عرفتي مضادات الالتهاب اذا ما انا موجودة حالة التهابية بالجسم فهي بتقلل المناعة بدل ما تقويها. فتراكم على المدى البعيد انت بصير عندك قلة مناعة، ما عاد بقى انت بتستجيبي لاي نوع من الانتيبيوتيك. فانا ماني مع الادويه الصراحه. يعني صحيح انا يعني باك جراوند تبعي صيدلاني، بس انه انا ماني مع الادويه ابدا. يمكن هذا شيء كثير مهم كمان دكتوره نور، بدنا نحكي عنه كمان، عن مناعه الجسم والاغذيه اللي بتقوي المناعه بحلقات قادمه. انبسطنا انه كنتي موجوده وحكينا شوي عن الاكتئاب الموسمي الخريفي. ان شاء الله هيك الله يبعده. الله يبعده. مو بيدنا المشكله، شر لابد منه. بس هيك اخذنا كم فكره على اكلات، ان شاء الله هيك
تأثير علينا وعلى نفسيتنا. بدنا نشكرك كثير دكتورة. شكرنا هلا عنا حفلة شوكولا بعد كل الجروب جاع عليك بإذنك لو جاع. مرسي كثير إليك دكتورة نور. أهلا.